السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط، عندي كتاب النشاط صفحة 30 وصفحة 31، يونت 2 لسن 5 2 conversation المحادثتين. make notes about a book, a film you read or watching recently. يقول لك اعمل ملاحظات عن كتاب أو فيلم أنت قرأته. تايتل العنوان سبايدر مان نيو يو واي هوم، يعني يقول لك لا مفر من البيت. اذر دايركتور اسمه جون ويتس المخرج. كايند اوف ستوري معناها نوع القصة، اكشن. وهنا توبس معناها شنو الأحداث، اللي هي بيتر باركر فايت. وهنا وير ات هابنز يعني شو نقول، أين حدثت أو أين تحدث، بنيو يورك باركر. وهنا ماين كاركتر شنو هي الشخصية الأساسية بيتر. وهنا ينديق نهاية الفيلم سبايدر مان بيتر. هنا تو ماتش ذا كويستشن ان ذا ليفت هاند كلوم، يعني يقول لك هذا اربط الأسئلة بيدك اليسرى والعمود column that have the same meaning as the question in the right hand column. يعني يقول لك وشارك في العمود الذي لديه نفس المعنى. What is it called? What is ماذا يدعى رقم أربعة اللي هي what's the title العنوان. وهو is about شنو يعني شنو نقول what's who is about ماذا اسم ماذا عن شأن عن شنو جاي يتحدث عن شنو. نقول رقم ستة what's the name of the man character اللي هو الاسم الكاركتر. see what's the topics. see يقول لك ما هو الموضوع. رقم ثلاثة what is about. where does it happen. نقول هذا أين عن شنو يتكلم، أين هو يحدث، عن شنو. رقم خمسة where does take place. عندنا إيه what's the end ending like كيف تبدو النهاية اللي هو رقم اثنين. how does it end نفس ال end end. could you lend it to me هل هذا شو نقول هل يمكنك أن هل يمكنك أن تستعير. رقم واحد called borrow يعني الاستعارة يستعير borrow. ننتقل إلى صفحة 31. write question to complete the conversation use the past symbol. يقول لك اكتب الأسئلة لكي تعمل الأجوبة عن الماضي البسيط. I saw a really good film yesterday. يقول أنا رأيت فيلم حقا جيدا. What's called ماذا يدعى، شنو نوع الفيلم. What was the film called شنو نوعه. It was called Lost إنه سمي Lost إنه فيلم مغامرات. Type film يعني يقول لك شنو نوع الفيلم. What type of the film was it يقول لك هذا البي إنه it was an adventure film هو هذا اسمه الفيلم. see name a man character عن شنو ماذا كان اسم الشخصية الرئيسية. what was the name of the main character it was Dan Jackson he was very funny. نعم عندنا what about عن نقولها ماذا بشأن. what was is it about
Dance cars broke down in the mountain. He went to find help, but then he got lost. Got no. Lost. معناها ال دي يقول لك شنو معنى؟ يقول لك dance car broke. سيارات ذات إذا تتعطل في الجبال يعني نقول يريد لها مساعدة لكي هو يضيع قولوتس هو اند يقول لك هذا للنهاية how did it end I can't tell you that will spoil the short price يعني معناها هذا يقول لك شنو معناها يقول لك how and شنو النهايات انها سوف تفقد المفاجآت نعم write three question about a film you saw recently write your answer يقول لك اكتب الأجوبة بشأن الفيلم اللي انت رأيته واكتب الأجوبة what was now the question no answer what was the title what was the title نقول ماذا كان العنوان when was released نقول لك شنو was released هنا طبعا الجواب it was jurisdiction يقول لك رجل عرض استعاري when was released متى أصدر 2017 What kind of the film was it ما نوع الفيلم اللي هي موسيقى